مساء بتوقيت العاصمة. مشاهدينا أهلا بكم. البداية بالعناوين. هدوء حذر يسود محاول القتال بمحور وسط البلاد، وشورى بنغازي يؤكد سيطرته على كافة مواقعه. المدعية العامة بالجنايات الدولية تؤكد رصدهم لجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها ميليشيات حفتر في بنغازي. كوبلر يعبر عن توافقه مع حفتر في وصف القوات المسيطرة على طرابلس بالميليشيات، ويطالب بنزع السلاح من أيديهم. أهلا بكم مشاهدينا. للتفاصيل، أكد مصدر من مجلس شورى ثواري بنغازي استمرار سيطرة المجلس على كافة التمركزات بمحور وسط البلاد شمال بنغازي. المصدر أكد للتناصح صد قوات الشورى لمحاولة التقدم من قبل ميليشيات مجرم الحرب حفتر بمحور وسط البلاد، نافيا في الوقت ذاته ما تتداوله القنوات التابعة لما يعرف بالكرامة بشأن سيطرة الأخير على مواقع بالمحور. وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت صباح الاثنين بين مجلس الشورى وميليشيات الكرامة بمحاور شمال بنغازي، دمرت على إثرها قوات المجلس 4 دبابات وسيارة حاملة للجنود وعددا من الآليات الأخرى لميليشيات حفتر. هذا واستشهد 2 من قوات مجلس شورى ثوار بنغازي اليومين الماضيين اثر قصف طيران الميغا التابع لمجرم الحرب حفتر والطيران الاجنبي الموالي له عده غارات على مناطق الشورى في المدينه. المصدر اكد للتناصح شن طيران الاير تراكتور لاربع غارات جويه، في حين شن طيران الميغ اكثر من 15 غارة على محور وسط البلاد تمهيدا لمحاوله اقتحامه من قبل ميليشيات الكرامه. وأشار المصدر إلى أن طيران الرصد والتجسس يحلق وبشكل مكثف على مواقع شورى الثوار بمحور وسط البلاد شمال بنغازي. قتل 32 عنصرا وجرح 50 آخرون ميليشيات مجرم الحرب حفتر في اشتباكات عنيفة اندلعت يوم الاثنين بحسب مصدر من المدينة. المصدر ذكر للتناصح أن من بين القتلى القيادي بما يعرف بالكرامة أبو بكر نجم، في حين ذكرت كتيبة الصاعقة التابعة لميليشيات حفتر مقتل 2 من عناصرها وجرح 6 آخرين. وأكد مصدر طبي للتناصح وصول جثث القتلى وعدد من الجرحى متفاوت الإصابات لمركز بنغازي الطبي ومستشفى الجلاء. هذا وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مسجلا يظهر آمر محاور ميليشيات الصاعقة التابعة للكرامة محمود الورفلي وهو يعدم شخصا قال إنه جزائري يتبع ما يعرف بتنظيم الدولة. جاء عشان يكتني ويقتل باسم الدين، وحكم الشريعة فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي وصرح فيه بالمقصود يقول أثيرهم يقتل وشريفهم يجلس عليه واتباعهم سرهم. الله أكبر. والله ما قدرنا على قتلهم إلا تقربا لوجه الله الكريم في قبر قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي علوم الأدلة الدالة على إباحة دمائهم وطعا برمز الحق كل معاذب لله نبغ الفارس الطعام
واحمل بسيف الصدق حملك مخلصا متجردا لله غير زمان. وعلى نقيض من ذلك طلب المدعو ونيس بوخمادة أمير القوات الصاعقة التابعة لميليشيات الكرامة طالب المتواجدين بالصبر وسوق الحوت بأن يسلموا أنفسهم للقضاء حسب قوله. فرصة الأخيرة يا كابتن. قالكم الليبيين اللي قاعدين جوا أطلعوا سلموا أرواحكم للدولة ونحن مستعدين نسلموكم ونبذلوا التحقيق اللي عليه شيء يطلع واللي عليه شيء بينه وبين القضاء واللي عليه شيء يعدل هذا. قبل 3 سنوات قام الأسير ومجرم الحرب حفتر بشن حرب على مدينة بنغازي حصدت أرواح 10,000 قتيل و20,000 جريح بدعوى القضاء على الاغتيالات التي حصدت أرواح 700 شخص بحسب بعض المصادر. شيخ الإسلام للتيمية في الفتاوي والسرحسين في المقصود يقول أسيرهم يغفل وجريحهم يجهز عليه واتباعهم سرعه. الاستشهاد بأقوال الفقهاء والعلماء في أغلب عمليات التصفية عادة أدمنها المدعو محمود الوفلي الذي حصل على التزكية من زعيم الفرقة الناجية في الشرق الليبي عبد الفتاح بن غلبون الذي حاز سجلا حافلا بالسرقات في أوساط من يعرفه. عملية جمع المتناقضات أو عملية الكرامة كما يحلو لأنصارها تسميتها والتي قامت لمحاربة الاغتيالات ولتفعيل الجيش والشرطة لم تنجح أبدا إلا في تقديم نموذج مشابه لما يعرف بتنظيم الدولة في عملياته الانتقامية التي كان يصورها التنظيم ويبثها على مواقع الانترنت. لم يعرف لهذا الشخص المدعو محمود الورفلي تاريخ إلا بعض ما تم تناقله من معلومات مسربة تقول إنه كان في اللواء 32 معزز التابع لخميس القذافي وأنه كان في مصر إبان الثورة في سنة 2011. برز نجم قاهر الخوارج بحسب عبد الفتاح بن غلبون أحد قادة التيار المدخلي شرق البلاد بعد انطلاق ما يعرف بالكرامة وظهر في محور التصفيات دون محاكمة التي كانت تبثها ميليشيات الكرامة للعديد من شباب بنغازي والعديد من الأسرى أيضا مجهولي الهوية حيث كان يقوم بتصفيتهم بعد استشهاده بآراء فقهية دون أن يعرف أدنى حد من المعلومات التي تسمح بإلصاق التهم بهم فضلا عن إعدامهم. وما يميز المرة الأخيرة للتصفية التي قام بها الورفلي أن هناك جمهورا يكبر ويهلل سمي جيشا من قبل البعثة الأممية وكذلك داعمي اتفاق الصخرات والعديد ممن يسمون أنفسهم سياسيين يدعمون الوفاق الوطني ويعتبرونه في ذات الوقت محرر البلاد من الإرهاب. لكن المفارقة العجيبة التي تستحق الوقوف عندها أن بعضا ممن كان ينادي بالجيش والشرطة ويشتكي من انتشار الميليشيات لم يحرك ساكنا لا عندما قتلت النساء في جنفودة ولا عندما ظهرت سيارة الجيب التي كانت تلوذ في ذاك الزمان بالفرار وظهر بجانبها الورفلي وهو يقتل 3 من الأسرى بدم بارد. فهل حلال على من يريدون وحرام على من لا يريدون؟ أم القانون وقت الميليشيات والتطبيل والسكوت عندما يدوس الجيش بأحذيتهم ساحة الكيش؟ وهل من متحمل مسؤولية تاريخية يعرف لنا مصطلحات الإرهاب والخوارج؟ وينضم إلينا مشاهدينا عبر الهاتف خالد صالح عضو منظمة التضامن لحقوق الإنسان. بداية سيد صالح أهلا وسهلا بك في نشرة أخبار التناصح. سيد صالح. نعم. بداية التقرير الذي عدته المدعي. الصوت من كم طالع عندي بس أنت على الهواء سيد خالد. نعم في صوت طالع عندك بس الآن وقف. نعم ما اسمعش فيك معلش صوتين طالع. هل تسمعني الآن بشكل واضح؟ نعم الآن واضح صوت. نعم. طيب
بداية التقرير الذي أعدته المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية ركز على معاناة المهاجرين داخل مقر الاحتجاز في ليبيا، ووصفت الموضوع بأنه كارثي، وليبيا أصبحت دولة تتاجر بالبشر. أنتم كمنظمات إنسانية كيف ترون واقع المهاجرين في ليبيا؟ يعني الحقيقة هناك نوع من أنواع التستر، خلينا نقول، عن المساير الآن في ليبيا فيما يخص هذا الملف تحديدا. هناك جهات منضوية تحت الشرعية لديها مراكز اعتقال للمهاجرين غير الشرعيين، للأسف يتم فيها انتهاك حقوق الإنسان وحقوق هؤلاء المساكين بشتى أنواع العذاب. أصبحت عملية المتاجر ليس فقط في تشغيلهم وعملية السخرة لهؤلاء أو عملية استعمالهم للأسف في أغراض يعني غير أخلاقية، خاصة النساء منهم، سجن للأطفال وصغار السن مع كبار السن، تجويع هؤلاء ويتوقفون، يعني طوال اليوم يعيشون على وجبة واحدة لا تسكن ولا تغني من جوع. يتم جلب هؤلاء من داخل المدينة حتى لمن هو مقيم منذ يعني سنوات عديدة في ليبيا وليس له رغبة أصلا في الهجرة إلى أوروبا، ولكن يتم إخبارهم كرقم داخل هذه المؤسسات سعيا لزيادة أرقامهم داخل هذه المؤسسات للحصول على أموال. طيب لا المنظمات الدولية معنية ولا تهتم بشأنهم، ولا الحكومة أو الحكومات الليبية فعلا كانت لها يعني يد أو حزم في التعامل مع هذا. طيب سيد خالد، بعد هذه المعلومات التي تحدثت عنها وعن وجود هذه الانتهاكات، من يقوم بهذه الانتهاكات أو من يقوم بحملة الاعتقالات ضد المهاجرين غير الشرعيين ويعاملهم بقسوة؟ ما هي المصلحة التي يرتجيها من مثل هذه المعاملة؟ هل نفترض بأن هناك نوايا مبيتة تسعى ربما لإيصال رسالة للمجتمع الدولي بأن الوضع في ليبيا كارثي وأنه يتهدد حقوق الإنسان وكذلك يعني حقوق المهاجرين غير الشرعيين؟ هي الأمر ببساطة، لا أعتقد أن يعني يذهب هذا المنحة. الأمر ببساطة أن هؤلاء الثورة، يعني هذه الثورة التي كانت مباركة للأسف، يعني انتقى ودخلها كل أنواع الطامعين، سواء في فترتها الأولى قضية الانشقاقات أو ما بعد بقضية الدعاء الثورية وغيرها، فأصبحت الكثير من هؤلاء المصلحة الأساسية هي مصلحة الشخصية، هي مصلحة مادية صرفة. فدخل في هذه المؤسسات اللي هي معنية بالتعامل مع المهاجرين غير شرعيين، الكلام هذا خاصة في المنطقة الغربية. المنطقة الشرقية تعاني هي الأخرى نعم، ولكن في المنطقة الغربية تحديدا لقربها من أوروبا، المهاجرين غير شرعيين الآن أصبحوا عبارة عن مصدر من مصادر الرزق لمراكز تجميعهم. هذا الأمر يحدث في كل تقريبا المراكز، ولكن للأسف هناك نوع من اللامبالاة تمارسها السلطات الحالية في ليبيا. الأمر ليس أمر يعني تعمد تهجير وإزاحة يعني نقل هؤلاء إلى أوروبا وتهديدها، لا، هي ليس هناك أصلا فكر سياسي أعتقد في هذه المرحلة من هذا النوع، ولكن هناك عملية استرزاق من وراء هؤلاء المساكين. طيب سيد خالد، دعنا ننتقل إلى موضوع آخر أيضا ذكر في هذا التقرير، وهو موضوع جرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيات حفتر في المنطقة الشرقية. ليست المدعية العامة هي المنوط بها رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية وتقديم الأدلة التي بين يديها والتي أوصلتها العديد من الجهات الليبية الحقوقية إلى المحكمة؟ هي المدعية الحقيقة في الكلمة نتاعها أم يعني انفردت لعل أو تميزت بنوع من الحزم والوضوح ودق جرس الإنذار بشكل كان أكثر وضوح من ذي قبل. في هذه الإحاطة ذكرت بشكل واضح أن هناك انتهاكات خطيرة أكثر خطورة من المرحلة السابقة، وقد يشير انتشارها نتيجة الحصانة أو نتيجة الحصانة التي يمتع بها مرتكبو هذه الجرائم، ولكنها أشارت في إحاطتها أمس إلى وجود انتهاكات خطيرة في المنطقة الشرقية وما ترتكبه ما أثمته بالجيش الوطني الليبي، الذين نعرف جميعا أنه عبارة عن ميليشيات إجرامية، عصابات
قتل مستأجرين وغير ذلك. الأمر أصبح معروف شرقا وغربا. ربما استطاع يعني استطاعت الآلة الإعلامية سواء المحلية أو الغربية تسويق هذا المشروع على أساس هو مشروع الأمان ومشروع استقرار ليبيا ومشروع إعادة دكتاتورية إلى ليبيا، ربما تكون أنفع وأسلم لها. ولكن تبين أن هذا المشروع هو مشروع إجرامي على البلد، وليس فقط مشروع انقلابي لغرض يعني وطني، هو مشروع إجرامي الغرض منه إعادة المنظومة العسكرية السابقة بكل وضوح، وارتكبت في سبيل ذلك كل ما يندى له جبين البشرية من جرائم. طيب سيد خالد، كمتابعين كمنظمات حقوقية ليبية ومتابعين لملف جرائم الحرب التي ارتكبت في ليبيا، أين وصلت التحقيقات عند المحكمة الجنائية الدولية في هذا الملف؟ هي ذكرت في هذه الإحاطة ذكرت أن هناك تحقيقات وأن لديها الكثير من الأدلة. طبعا بعض الأدلة أو معظم الأدلة خلينا نقول كانت يعني بواسطة جماعة الكرامة أنفسهم، بواسطة السلبي الخاص بهم، بواسطة كاميرات. هم جلبوا أدلة يعني الاتهام الخاصة بهم ضدهم بأنفسهم جلبوها. وهناك طبعا أدلة أخرى غيرها يعني تم تقديمها بلا شك للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن ما ذكرته أنها شرعت في هذه التحقيقات وأن الأدلة، وهي تعرف في مدى يعني خطورة هذا الكلام، أن الأدلة موثوقة. وهذا يستدعي يعني حسب علمنا بإجراءات المحكمة أنه تم التأكد من أن هذه الأشرطة وهذه الفيديوهات هي لقادة عملية الكرامة، وهي يعني تصنع هذه الجرائم بجرائم حرب، لا شك في ذلك. وهذا الأمر بطبيعة الحال سيجبر المحكمة على الإقدام على المرحلة التي بعدها، وهي مرحلة التحقيق مع هؤلاء ومرحلة القبض أو صدور مذكرات قبض ضد هؤلاء المجرمين. وطبعا لما أقول المجرمين لا أعني تشخيصا أو تحديدا مرتكبي هذه الجرائم، ولكن من أمروهم بارتكابها. نعم. ويأتي طبعا على رأس ذلك رأس الهرم في هذه المنظومة الذي ذكر لهم أنه لا نريد اعتقالات ولا نريد مساجين. نعم. ما تجيبوا ليش حد. نعم. هذا الكلام وهو ما طبقوه تماما هؤلاء، من قتل لمدنيين، قتل لنساء، قتل لأطفال في أحضان أمهاتهم، واستخراج الجثمين وحرقها والتمثيل بها في شوارع. نعم. بنغازي. السيد خالد صالح عضو منظمة التضامن لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. هذا وسبق أن أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا أن مكتبها يتابع عن كثب الانتهاكات ضد حقوق الإنسان وقتل محتجزين دون محاكمة، والتي ترتكبها ميليشيات مجرم الحرب حفتر في بنغازي. وأضافت بن سودا خلال كلمة مساء الاثنين أمام مجلس الأمن الدولي أن المحكمة الدولية عازمة على فتح تحقيق في جرائم ارتكبت بحق مهاجرين في ليبيا بعد أن تحولت سوقا للاتجار بالبشر على حد تعبيرها. وحثت المدعية العامة السلطات الليبية على سرعة القبض على سيف الإسلام ورئيس الأمن الداخلي السابق التهام خالد، الذي رجحت أنه يقيم في ليبيا في الوقت الراهن. تابعنا عن كثب الفعاليات والأحداث المختلفة في جانفولة بنغازي، حيث ذكر المدنيون أنهم تأثروا بسبب النزاع الذي طال أمده ما بين الجيش الوطني الليبي ومجلس شورى الثوريين في بنغازي. وهناك معلومات ذكرت أن الجيش الوطني قد حدد سالم الرفادي أمير غرفة عمليات المختار التابعة لميليشيات مجرم الحرب حفتر أهالي مدينة درنا من غارات جوية مرتقبة تستهدف مواقع وسط أحياء المدينة. الرفادي في مداخلة هاتفية له على راديو طبرق المحلي أضاف أنهم لن يتحملوا مسؤولية سقوط ضحايا من المدنيين أثناء قصفهم للمدينة. سبق لأمر غرفة عمليات المختار أن هدد أهالي درنا بمنع إدخال الغذاء والدواء في حال رفضهم تسليم من يصفها بالجماعات الإرهابية. وينضم إلينا عبر الهاتف مسؤول الملف الأمني بمدينة درنا العميد يحيى الأسطى عمر. سيادة العميد، أهلا وسهلا بك على شاشة قناة التناصح. أهلا وسهلا بكم. بسم الله
والصلاة والسلام على رسول الله. السلام بداية عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بداية سيادة العميد سالم الرفادي آمر غرفة عمر المختار يهدد بقصف مدينة درنة، ما هي المعسكرات والمواقع الموجودة وسط المدينة؟ طبعا هذا مش التهديد الأول زي ما قلت حضرتك، هذا التهديد الثاني. التهديد الأول لا حوار، إلا حوار السلاح، لا حوار إلا حوار الرصاص، سوف نغلق كل شيء. التهديد هو صريح وواضح أنه بيقصف بالطيران الأحياء المدنية. للأسف الشديد الطيران هذا يطلع من لبرك ومن دبرك. من بيقصف؟ بيقصف ناس مدنيين. هل الضابط هذا اللي بيقصف المدنيين هل يسمع كلام هذا المحتوح؟ يبدو أن الرجل هذا يغرد خارج السرب. الناس تبي تحاور، الناس تبي تصالح، الناس تبي تحقن دماء المسلمين. طبعا يبدو أن تم استفزاز مجلس الشورى، دار خطوة جريئة وناجحة هو إطلاق سراح 27 سجين، من ضمنهم بعض الخلايا اللي كان هو يوجه فيهم واللي بيحاولوا يأجلوا أطلقوهم وتموا الصراحة وعرفوا حقيقة الواقع اللي هنا. الناس راهي ملت من الكذب وملت من التضليل. الناس تبي تعيش بسلام. المناطق المجاورة في مدينة دارنا نحن نشوف فيهم يجوا يتبضعوا ويجوا يأخذوا في البضاعة وكذا، والناس تبي تستعد رمضان، الناس تبي تستعد القتل. مدينة دارنا راهي ذاقت الأمرين. ما فيش مدينة تغلق في ليبيا كلها الساعة 8 مساء وتفتح الساعة 8 صباحا. نحن لا نستجدي أحد. نحن ملتزمون. سكوتنا هذا نحن التزامنا بالعهود والعقود الممثلة في ميثاق مدينة درنة. هو لو بيقصف المدينة عارف ردة الفعل هتكون للمناطق المجاورة. هذا سوف يذهب زي ما ذهب أمراء غرفة العملية السابقين الثلاثة اللي قبله. هذه يتاجروا بدماء المسلمين، يتاجروا بأبنائنا. هذا لا يمثل إلا نفسه. نحن لدينا رسالة. شماعة الإرهاب قد سقطت. الكل عارف. نعم. طيب سيادة العميد، هذه التهديدات ماذا كان رد أهالي مدينة درنة، أو ما هو الرد المرتقب إذا ما تم تنفيذ مثل هذه التهديدات من قبل ميليشيات الكرامة؟ والله الرد هو هنحتفظ به لأنفسنا نحن، لكن الناس يعني تضحك. يعني تشوف في 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 في, في أهل المناطق المجاورة عندنا هنا موجودين يأخذوا في مرتبات أخوتنا، دمنا ولحمنا، خوالنا. موضوع هذا ما نجحش. شماعة الإرهاب قد سقطت. تنظيم الدولة غرفة عملية المختار كان هم المشرفين إشراف مباشر على تهريبها وتمكينهم، وهذا موضوع سجله والتاريخ بأحرف معروفة. يعرف معروف، لكن المتاجرة بدماء درنة وجيرانها هذه هي لا مجال له فيها، وسوف طيب يذهب زي ما نعم. نعم. طيب المبادرة الأخيرة سيادة العميد التي أطلقها مجلس شورى مجاهدي المدينة بإطلاق سراح العديد من المساجين منهم خلايا نائمة كانت تنشط في المدينة تابعة لميليشيات الكرامة، وأغلبهم حسب المعلومات الواردة من المناطق المحيطة بمدينة درنة، ما هي ردة فعل الأهالي في هذه المناطق عندما رأوا أن مجلس الشورى قد أطلق سراح أبنائهم وليس مثل ما تفعل ميليشيات الكرامة تعدمهم وتنشر مقاطع إعدامهم على وسائل التواصل الاجتماعي؟ نحن رأينا في استقبال أبنائهم، في شفنا اللحظات اللي هي لحظات الفرح، لحظات كذا. أهم حاجة أن الرسائل وصلت لهؤلاء الناس وأهليهم. نحن نعرف كيف نتحدث، كيف نتعامل، لن نحتدي على أحد. موضوع الدواعش موضوع معروف وحد الكل، لكن فيه أشياء معينة. المتاجرة بدماء المسلمين هذا هو موضوع خطير جدا. عندما يتسلط السفهاء والناس اللي ما خافوش الله سبحانه وتعالى هذه الطامة الكبرى. هؤلاء لا يصلحون إلا ما يقودوش أي شيء، لكن للأسف الشديد معروفين في أماكنهم وعند أهاليهم شنو وزهم. أنا أتأسف أنها زي الإنسان هذا يتصدر في هذا المال. نحن ما نبوش نجر مدينتنا لقتال، ما نبوش نجر نحن نفخر إلى السلام. وإن شاء الله الأيام القادمة بعد يومين في أشياء يعني حيستفز بها هو. نعم. في أشياء وفيه انحوار وفيه اللقاءات وفيه كذا. بعون الله حتكون رسالتنا قوية جدا إن شاء الله عليه
اللي استقبلنا شهر رمضان وان شاء الله ربي يحفظنا. نعم سياده العميد يحيى لسطى عمر مسؤول الملف الامني بمدينه درنا، شكرا جزيلا لك. قالت مجله تايم الامريكيه في تقريرها الثلاثاء ان الامارات نشرت طائرات امريكيه الصنع في قاعده جويه شرق ليبيا في تحد لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الامن. ونقلت المجله عن مسؤول اوروبي يعمل باحدى المنظمات الدوليه في ليبيا قوله ان طائره اركنجل الامريكيه تدعى ايماكس شوهدت في قاعده طبرق الجويه. وأكد المدير التنفيذي لرون هاورد في تصريحات لمجلة تايم أن الطائرات صنعتها الشركة موجودة في ليبيا، مؤكدا أنهم لم يبيعوها لليبيا. قال الناطق الرسمي باسم القوات المقاتلة لثوار الجنوب عبد المعز الحسناوي إن منطقة الشاطئ بما فيها قريتي براك وجيرة تشهد هدوءا حذرا مع الحفاظ على المواقع الواقعة تحت سيطرة قوات الثوار. الحسناوي في تصريح لقناة التناصح الثلاثاء أكد فيه بأن قوات الثوار تحشد استعدادا لأي طارئ، مشيرا بأن القوات تكتفي بعمليات الاستطلاع والمخابرة حول محيط قاعدة براك الجوية ومنطقة وادي دبدب الجبلية. يشار إلى أن سرية تابعة لثوار الجنوب قامت الأحد بعملية استطلاع بمحيط قاعدة براك الشاطئ ورصدت خلالها 4 آليات عسكرية تابعة لميليشيات المدعو بالنايل. قال مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر إنه يتفق مع مجرم الحرب حفتر في أن من وصفها بالميليشيات هي من تحكم العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية، مؤكدا أنه يجب أن ينزع منها السلاح. كوبلر وفي لقاء تلفزيوني لا مع قناة أون لايف المصرية طالب بضرورة رفع حظر التسليح عن ميليشيات مجرم الحرب حفتر لتحصل على سلاحها من السوق الرسمية حسب قوله. في سياق آخر شدد المبعوث الأممي على ضرورة دمج الموالين لنظام القذافي في الدولة الليبية، كما عين السراج محمد سيالة وزير خارجية حكومة القذافي وزيرا لخارجيته حسب تعبيره. كنت أجلس معه ونتحدث في كل الملفات والأسلحة والأسئلة المعلقة في هذا الموضوع وبشأن المجلس الرئاسي أيضا. هل هناك فرصة ل للتحسن؟ هل سيكون هناك الالتقاء بين المجلس الرئاسي والعناصر الأخرى في شكل واحد؟ ما هو دور المشير حفتر في الجيش الليبي الموحد والذي لديه سلطة على جميع أنحاء الدولة؟ كوبلر لم يكتف بوصف ما يسمى بعملية الكرامة بالجيش الوطني، بل ذهب إلى توصيف الحالة التي يعيشها الغرب الليبي بأنها حالة مرتبطة بسيطرة الميليشيات على مفاصل الدولة. خارطة الأزمة الليبية، طرقها ومسالكها بترابها وغبارها، اختلطت على فهم المبعوث الأممي مارتن كوبلر عندما وصف ما يسمى بعملية الكرامة وقيادتها بأنها شرعية ونتاج برلمان شرعي منتخب من الشعب الليبي، برلمان منحل متجدد بشكل ذاتي لا يمت للديمقراطية من قريب أو بعيد بصلة. مارتن كوبلر لم يكن وحيدا في تصريحاته، فللمفوض بالخارجية في حكومة الرئاسي المقترح تصريحات توافقها في المعنى وتطابقها في اللغة. السؤال الأول يتعلق ب سيد خليفة حفتر، هل هو قائد عام الجيش الليبي؟ بالتأكيد هو قائد عام الجيش الليبي، وقرار تعيينه صدر من مجلس النواب، وهو مجلس نواب منتخب من فئات الشعب المختلفة، ولذلك فهو قائد عام الجيش الليبي، لا يوجد غبار في هذا. كل ذلك يأتي في زخم كثير من اللغط مرتبطا بأمر دبر بليل في أعقاب زيارة السراج إلى الإمارات ولقائه قادة ميليشيا الكرامة بوساطة إماراتية تجسد المصالح والأطماع المصرية بلغة وأموال خليجية تفوح منها رائحة أموال نفط الخليج. كوبلر لم يتوقف عند البرلمان المنحل وميليشيا الكرامة التي وصفها بأنها جيش وطني، بل ذهب إلى توصيف الحالة التي يعيشها الغرب الليبي بأنها حالة مرتبطة بسيطرة الميليشيات على مفاصل الدولة،
مؤيدا في ذلك ادعاءات البرلمان المنحل وجيشه الوطني المغبر برائحة غبار القبور المنبوشة في بنغازي ورائحة الموت المنتشرة في أزقتها وأكوام ركام بيوت السكان المدمرة على رؤوس من فيها. ومع اقتراب المشهد الليبي من الارتماء الكامل في أحضان الأجنبي، تغادر الوفود من مختلف الأطراف السياسية في الاتجاهات الأربع، كل يستنجد بأسياده وأتباعه ومواليه كلما أحس باقتراب النهاية وخسارة الغنائم على مذبح قرابين الوفاق المفقود بعيدا عن رص الصفوف والتصدي للمؤامرات. عبرت الإدارة العامة للأمن المركزي فرع شمال طرابلس النواصي عن قلقها حول التصريح الصحفي الصادر عن وزير الخارجية بالحكومة المقترحة محمد سيالة الذي وصف فيه مجرم الحرب حفتر بالشرعي وقائد للجيش رغم محاولته زعزعة أمن ليبيا وفق قول الكتيبة. قالت الكتيبة في بيان لها عبر مكتبها الإعلامي الاثنين إن الشرعية التي يستمدها المذكور حفتر من مجلس النواب المنحل مخالفة لاتفاق إسخيرات، خاصة المادتين الثامنة والرابعة عشر وفق قولها. واعتبرت النواصي وزير الخارجية المقترح سيالة بأنه شخص غير مرغوب فيه من قبل الشعب الليبي داعية إياه للرحيل بسلام وفق تعبيرها. نفى المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة المقترحة الأخبار المتداولة عن اقتحام مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، وأكد المكتب أن وزارة الخارجية لا تزال تمارس مهامها بشكل عادي من المقر الرسمي للوزارة. هذا وكان الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا أخبارا تفيد باقتحام مقر الوزارة من قبل مجموعات مسلحة. تداولت وسائل التواصل الاجتماعي نسخة من وثيقة سرية تحمل ختم قنصلية دولة ليبيا بدبي موجهة إلى وزير الخارجية المفوض بالحكومة المقترحة، وذلك بخصوص توريد دفعة أولى من سيارات مصفحة مخصصة لدعم ميليشيات حفتر. الوثيقة ذكرت أن هذا الدعم يندرج في إطار دعم ما أسمته بالقيادة العامة في حربها ضد التطرف والإرهاب في شرق الوطن وجنوبه، وإنها ستقوم بتغطية المستلزمات المالية من البند السياسي للقنصلية العامة لدولة ليبيا بدبي حسب نص الوثيقة. قتل مواطن وأصيب آخر جراء اشتباكات متقطعة بأحدى المصارف بالمدينة القديمة بالعاصمة طرابلس بين بعض التشكيلات المسلحة، وذلك حسب مصدر محلي. أكد المصدر في تصريح للتناصح أن العاصمة طرابلس شهدت صباح الثلاثاء انتشارا مكثفا وتحشيدا عسكريا لبعض المجموعات المسلحة بالأسلحة الثقيلة والدبابات بطريق الشط بعد توقف الاشتباكات. أكد المصدر تدخل بعض الأعيان والحكماء لإنهاء النزاع الحاصل بين المجموعات المسلحة. أعلنت لجنة الأزمة للتوفيق بين المعتصمين والمجلس البلدي مصراة الاثنين عن اعتذارها لأهالي المدينة وعدم مواصلة مهامها بسبب ما وصفته بتعنت المجلس البلدي ورفضه لمبادرة التحكيم القضائي التي قبلها المعتصمون. اللجنة وفي بيان لها أوضحت أنها وصلت إلى طريق مسدود مع المجلس البلدي، قدمت ما يمكن أن يكون حلا يحافظ على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، لأنها لم تلقى إلا الرفض غير المبرر من عميد وأعضاء المجلس البلدي. طالب رئيس النواب المنحل عقيلة صالح ملك المغرب بالتدخل في رفع حظر السلاح المفروض على ميليشيات ما يعرف بعملية الكرامة. صالح وفي مؤتمر صحفي عقده في العاصمة المغربية أضاف أن ميليشيات مجرم الحرب حفتر تحارب في جميع مناطق ليبيا بإمكانيات محدودة رغم حظر التسليح. وكان رئيس البرلمان المنحل قد وصل العاصمة المغربية بناء على دعوة من رئيس مجلس النواب بالمغرب لبحث سبل حل حالة الأزمة الليبية. من جانب آخر، عقد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اجتماعا الاثنين مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني، حيث ناقشا تطورات العملية السياسية في ليبيا. المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نورد بحسب الموقع الإلكتروني للوزارة
قالت إن الوزيرين أكدا اهتمام بلديهما المشترك للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا، تمهيدا لقيام حكومة ناجحة وفعالة في البلاد. هذا وجدد الطرفان التزامهما المشترك بدعم التحالف الدولي ضد ما يعرف بتنظيم الدولة. قال وزير الخارجية الألماني زيغمار جابرييل إن نظيره الجزائري رمطان لعمامرة يبذل جهودا حثيثة في المنطقة من أجل إرساء الحلول السلمية لا سيما في ليبيا، مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية والتنموية بين ألمانيا والجزائر. وأكد جابرييل في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الجزائري على أن الحل السلمي والتفاوض والجلوس على مائدة واحدة ونبذ الحلول العسكرية هو ما يسعى إليه. وأشار وزير الخارجية الألماني على أن ليبيا تحت ظروف غير إنسانية وغير آمنة، مشددا على ضرورة التوصل إلى حلول سلمية لوضع حد للهجرة غير الشرعية عبر المتوسط. نشرتنا متواصلة وفيها بعد فاصل. المصرف المركزي يؤكد بدء تنفيذ الأذونات لصرف مرتبات شهر أبريل. أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آت. أتظن أنك بعدما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي، أنا مثل عيسى عائد وبقوة من كل عاصفة ألم شتاتي سأعود أقدم عاشق متمرد سأعود أعظم أعظم الثورات. تكبير الله أكبر، تكبير الله بكم مشاهدينا مرة أخرى. أفرجت مديرية أمن سبا الثلاثاء عن 8 موقوفين من قبيلة المحاميد و10 من الجنسية التشادية على خلفية شجار تطور إلى اشتباك مسلح بين أشخاص من قبيلتي أولاد سليمان والمحاميد. من جهته قال أحد حكماء مدينة سبا في تصريح صحفي إن عملية الإطلاق جرت بحضور مشايخ المدينة وعميد بلدية سبا ومدير الأمن وممثل عن مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية وممثل عن القنصلية التشادية في سبها. يشار إلى أن أحداث عنف جرت الفترة الماضية بين قبيلتي أولاد سليمان والمحاميد سببت في مقتل شرطي من أولاد سليمان إلى جانب 9 قتلى آخرين وعدد من الجرحى من الطرفين. أفادت مصادر من مدينة ذهيبة أن المحتجين في الجانب التونسي أعادوا فتح الطريق المؤدي إلى معبر ذهيبة وزن المتاخم لمدن جبل نفوسة. وأضافت المصادر أن الحركة عادت في الاتجاهين منذ مساء الاثنين بعد أسبوعين من قيام المعتصمين المطالبين بالتنمية والتشغيل في الجانب التونسي بإغلاق الطريق. من جهته قال والي تطاوين أن اجتماعا ثنائيا عقد مع بلدية نالوت
بهدف التفاهم حول بعض النقاط الخلافية التي تهم المعبر. قام جهاز الحرس البلدي بطلب للصباح الاثنين بجولة تفتيشية على محل بيع اللحوم الواقعة في منطقة بستة بالعاصمة طرابلس في إطار حملة ينظمها الجهاز تشمل كل مراكز بيع اللحوم والمواد الغذائية قبل شهر رمضان المبارك. وتم خلال الجولة قفل عديد المحلات الخاصة ببيع اللحوم بعد ضبط لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، فيما أحيلت أخرى للتحقيق. يذكرون أن جهاز الحرس البلدي بطرابلس كان قد عقد اجتماعا الأحد بخصوص تكثيف العمل خلال هذه الأيام لمراقبة محلات اللحوم والخضروات وكافة السلع الغذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك لتخفيف معاناة المواطن. قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط وبخاصة على الطريق الأوسط من ليبيا إلى إيطاليا أصبحت مسألة حياة أو موت وتستدعي الإحساس بالإنسانية. وأوضح غراندي في بيانه الأحد أنه منذ يوم الجمعة عبر أكثر من ستة آلاف شخص البحر المتوسط للوصول إلى إيطاليا، ليصل إجمالي عدد من وصل هذا العام لأكثر من 43,000 شخص، في حين لقي أكثر من 1,150 شخصا حتفهم منذ بداية العام، داعيا إلى أن يكون إنقاذ الأرواح أولوية قصوى للجميع وأن تبذل كل الجهود لإنقاذ المهاجرين على طول هذا الطريق الخطير. هذا وكان 11 مهاجرا قد لقوا حتفهم وفقد نحو 200 آخرين بعد حادثي غرق قبالة السواحل الليبية حسب ما أفادت به المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية. وفي الحادث الأول استقل نحو 132 شخصا زورقا مطاطيا أبحر الجمعة من ليبيا، لكنه بدأ يغرق بعد ساعات. وتمكنت السفينة الدنماركية ألكسندر مايريسك من إنقاذ 50 من هؤلاء ونقلتهم الأحد إلى صقلية بناء على طلب من خفر السواحل الإيطالي الذي طلب منها تغيير مسارها. وفي الوقت نفسه تم العثور على جثة 10 نساء وطفل الاثنين على شاطئ الزاوية وفقا لمسؤول في الهلال الأحمر الليبي. أعلن مصرف ليبيا المركزي الثلاثاء أنه باشر في تنفيذ أذونات صرف مرتبات العاملين في القطاعات العامة عن شهر إبريل للعام الجاري. المركز عبر موقعه الإلكتروني أوضح أنه نفذ الأذونات كما وردت إليه من وزارة المالية وفقا للإجراءات المتبعة والتشريعات النافذة المعمول بها. هذا ولم يحدد المصرف موعد إحالة الحوافظ للمصارف التجارية لإيداعها في حسابات مستحقيها. وهذه جولة مشاهدينا في أحوال الطقس. وهذا تذكير بأبرز ما ورد في هذه النشرة.
غدو حذر يسود محاور القتال بمحور وسط البلاد، وشورى بنغازي يؤكد سيطرته على كافة مواقعه ببنغازي. المدعية العامة بالجنايات الدولية تؤكد رصدهم لجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها ميليشيات حفتر في بنغازي. كوبلر يعبر عن توافقه مع حفتر في وصف القوات المسيطرة على طرابلس بالميليشيات، ويطالب بنزع السلاح من أيديهم. وبشأن المجلس الرئاسي أيضا، وتابعتم أيضا المصرف المركزي يؤكد بدء تنفيذ الأذونات لصرف مرتبات شهر أبريل. نشرتنا انتهت مشاهدينا، قدمنا لكم من قناة التناصح، شكرا على حسن المتابعة، استودعكم الله.